مدارس علاجة الأهلية، رؤية جديدة، إدارة واعدة، خبرات تربوية رائدة، خدمات تعليمية متميزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب يوسف سمير محمود، نشاط الرياضيات الصف الأول الابتدائي، معلم المادة الأستاذ رشاد عبد الله. النهاردة هنتعلم خواص أشكال ثلاثية الأبعاد. أولا المكعب، لديه عدد الرؤوس 8 وعدد الأحرف 12، عدد الأوجه 6 أوجه مستوية. ثانيا متوازن المستطيلات، لديه عدد الرؤوس 8 وعدد الأحرف 12، عدد الأوجه 6 أوجه مستوية. عدد الرؤوس 0، عدد الأحرف 0، عدد الأوجه وجهان مستويان. رابعا الكرة، لديها 0 وجه، لديها عدد الأحرف 0، عدد الأوجه وجه واحد. خامسا هرم رباعي، لديه عدد رؤوس 5، عدد الأحرف 8، 5 وجوه. سادسا المخروط، عدد الرؤوس 1، عدد الأحرف 0، عدد الأوجه وجه مستويا على شكل الدائرة وجه واحد. وشكرا.